بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائر والجزائريات العايشين في الجزائر وفي الخارج. جزائر في لون نازل يتاري يستاري عايشين دي سمور ثوك ذا الغرفة. بونجور سالي تو لي زانجيريان الجيريان كي في لانجيري يا لترونجي لا شرقية لا غربية الثقافة الجزائرية. لو سيلونس سي لا مور. سي تو بارل تو مور. سي تو تو تي تو مور. الوغ بارل اي مور. هاد يعني اليوم يا خوتي جي ديبوتي كيما يقولوا بديت بهاد المقوله كيما يقولوا يعني تشفاو عندها برسك غير 5 شهور ولا هكذاك كانوا كاع الجرائد يعني السمع البصري يعني الجرائد والتلفزيونات الى اخره يقول لك توجور يعني انتاج وطني يقولوا انتاج وطني يستهلك انتاج وطني هكذا هم يقولوا يعني هاد لي دي هادية كيما قلت لكم حنا نو سوم اون كوبي على يعني شغل كيما يقولوا سي تا لابوراتوار دو تاع لي تيست اي حاجه تصرا في العالم حنا يجيو لينا تيستيو علينا حنا لان كيما قلت لكم يا خوتي هاد الانتاج كيما دارتو فرنسا عندها 3 سنين ولا 4 سنين باسكو الاقتصاد تاعهم طاح الى اخره ما نوليش لهاديه حنا الانتاج الوطني يقولوا انتاج وطني واش من انتاج عندنا حنايا جابونا لوزينات لوزينات تاع يقول لك سيارات يديروا السيارات والاخر هما كاع تركيب يعني كيما يقولوا استنا سومبلاج كيما يقولوا يعني ما كاش انتاج وطني حقيقي ما كاش واش الانتاج الوطني الدقلة والخضرة والاخر هذا انتاج وطني صح حقيقة نبت في الجزائر وتغرس في الجزائر وتكل حتى هذيك البذرة البذرة القمح القمح يعني الشعير والاخر مين ما يجيبوا البذرة هذيك ماشي من الجزائر ام يجيبوها من امريكان يا خوتي ما تنساوش هادية يعني كاين بزاف حوايج احنا يعني ما نقولش انا شعب ما نقولش الشعب لان لو فوتيف من 62 الى يومنا هذا هو الحكم الجزائري ما كاش انتاج في الجزائر يعني اللي يقول لي رئيس اللي جا دار انتاج يكذب هذه احصائيات الاخر كما قلت لكم يقول الزعيم بومدين الاخر نولي هذه علاش باسكو قال لك خلاو زيناته ما خلا والو زينات هذوما ما خلاش وزين نيمبورت كي يبني مي ما دارش ان انفراستركتور فيريتاب يعني تاع كيما يقولوا افيك اون فيلوزوفي ايكونوميك كي يقول ان بريزيدون يخطب للشعب يقول له عندك ماكله ما تروحش تخدم ما تخدمش 20 سنه واش معناتها هذه يعني اون با دي فري انفراستركتور لي فري هيومان اي كيما يقولوا لوجينات الى اخره يعني اليوم حنا قلنا عندها شحال هضرنا على لا سيتوياسيون ايكونوميك في الجزائر قلنا بلي ماناش ما كان اي انتاج وهذا سيمبول اللي يقولوا رونو الى اخره الا هو للشعب الجزائري يشري ومن بعد الدوله هذه تخلص فرنسا بلورو اونورو يعني هم يعاونوا في فرنسا ما عاوش يعاونوا في الجزائر الانتاج الجزائري كي يديروا لي بيس ديتاشي في الجزائر يديروا لي بنو لي بنو يخدموهم هما نقولوا هذا انتاج وطني لكن ما لا يوجد انتاج وطني المد انوتر اكزومبل كان واحد في تلفزيون جوزو احد الاخوه هو عبدو سمار سي تان انفونتور الجيريا حقيقه انفونتور الجيريا راح بارتو قادر تشوفها في اليوتيوب يعني استعجبت هذا انتاج وطني دار فريجيدار الى اخره هو اللي دارو وجاب حاجة جديدة إلا ديكوفير كيك شوز واش دارو راح البرانت هاديك تاع في البرج السامسونج هادو هما الشركات اللي موجودة في الجزائر ليش شكرا شركة لأن كوريا إلى آخره ما عاونوش وكان هاد الناس الحكم هاد حب يدخل دوفيز هايدا هما لا وينفستي في العسكر يعني لو غران بيجي ناسيونال لي داتو هما العسكر اي بوركو العسكر واش يدير ياكل وحاشاكم الجوج الفيسي ها واش كاين ما كاش انتاج ودوك خرجونا يقول لك انتاج يا ودي كاع مركبات كاع شي يركبوه خلاص هذا ما كان يعني هذه كاع خدعه وخدعه هذه باثباتات الان
كاين ناس هضرت على بوشوارب وقال تسرق، حقيقة تسرق، مازال لازم يهضروا عليه، واللي عنده إثباتات مازال يتبعوا، لأن كان شخصية ولازم يتبع هذا الشخص هذا. لأن قلنا درت فيديو قلنا حقيقة لقيناه باللي دوب ناسيونال نهار هضرنا عليه، قلنا لقيناه في فيكيبيديا مكتوب ألجيرو فرانكو ألجيريان، ومن بعد واش داروا الدربو تاع الجزائر والدربو تاع فرنسا، ومن بعد كي هضرنا عليه حنايا وكثرت الحس عليه واش داروا، نحاو الدربو تاع فرنسا وخلاو الدربو تاع الجزائر، شغل يعني مد الباسبور هو ما كاش منها. ودوك اليوم شفنا حقائق كيما كانوا الناس يهضروا بكري، يهضروا على لا سيتياسيون، سيتياسيون تاع لا ديسيني نوار اللي صارت في الجزائر، الحرب الاهليه اللي صارت في الجزائر، يعني الناس قالت هدرت هذاك الوقت واحد ما كان يامن. ودوك حقيقة يعني كاع هذوك الناس كانت الحكم واش يقول هذوك يدي أجنبية وكلش، على فان بانوا عندهم الحق، ليس على يدي أجنبية. يعني تشوفون الناس يعني لا تاكتيك دو غوفرنمون في الجزائر، حبوا يرقدوا كلش، يرقدوا كيما قلت لكم ديرنيامو، من بعد الله الله لا فرات كاع، ان شاء الله تخلع. هذه هي يعني اليوم رانا نشوفوهم حقيقة ولات لهادي، لأن علاش أمينيستر قبل ما يخرج لازم يتحاسب. هما إيزون جامي، قلت وزيد نعاودها، عمرهم ما حاسبوا مسؤول في الجزائر، عمرهم ما حاسبوا مسؤول في الجزائر، سواء في الرياضة سواء في المحكمة سواء في الأخر بارتو الولات إلى آخره. هذيك الولات هذيك زعما يحاسبوا كيما هذيك فكير الى اخ، هذيك سيستان روند مونت كونت اونتر بيناتهم اونت في السلطه، هذا ما كان حقيقه يتحاسب. واش معناتها يتحاسب؟ تحاسب سي با روند مون دو كونت بينات، هذه هي لا جوستيس. يعني الشعب يشوف باللي حقيقه سرق هذا الانسان، سرق ليدا معناتها سرق، هذه هي. مي حنا مالوروزمون مالوريزمون في الجزائر تو اي كونترار، كلشي كونترار. هادي اللي تخيط. واليوم راني نشوفهم زعمي الزاتاك بوشوار بسلات، يا ودي هذا اللي جا كيف كيف يا اخي كان معاهم. هادي اللي حبيت نقول لكم يا خوتي، تو لي جون كي تي دو اليتا دون ليتا الجيريان، يعني كانوا في الحكم، كي يكونوا في الحكم ما يهضروش، كي بنفليش كي غزالي ما يهضروش. علاه؟ باسكو ياكلوا. يقول لك القانون عندك 10 سنين ما تهضرش، هو جازو 100 سنه. كيف سي توجور لا ميم شوز، توجور لا ميم شوز. وثاني نهضر على يعني لي ديبالا ويصرا في اليوتيوب كذا. يا اخي عندنا حاجه برك نقولوها، يعني اللي عنده اثباتات حقيقه يخلي الاثباتات هذوك، يجي نهار وين الجزائر تتسقم وهذا الحكم ما يدومش، لان رانا نشوفوا عندهم يعني سيتياسيون تاع الياس اليومين هذا. يعني كل كيما يقولوا كل عام يبدلوا مينيستري يبدلوا كدايا، هنا تشوفوا بلي سي با ستابل لا سيتياسيون، اي ني با ستابل، ماشي ستابل. علاش؟ الحكم فريمون ام خايفين من الشعب، ام خايفين. وهذا تبلعيط هذا كيما قلت لكم، يعني وكيما قال نومان شومانسكي هذه لا تيوري لا بروباغوند الى اخره، توجور يلتروف دي بروبليم هما بالذات، وهما عندهم الاخر باش يبينوا للشعب اللي هاو عندنا درنا حاجه، هما كاع ما كان والو، فريمون ما كان والو حقيقه. يعني واش نقول يا خاوتي، نقول لكم يا خاوتي لونيون كيما قلت لكم، سبع يا خاوتي دون ان تروبون دو موتون، لو ليون كون يل فوا ان تروبون سودي كيما يقولوا تاع الكباش سودي ما يدناش ليه. هاديني نقول المعارض يعني اللي يهدر في اليوتيوب اللي حقيقة معارض، ولا حنا ماناش معارضين، انا نقولوا نشوفوا لا سيتياسيون تاع البلاد، رانا نمدوا كيما يقولوا نوزافي، حبينا تسقم البلاد
وواحد يتهم كيما يحب اي يد خارجيه ولا كيما يحبوا، لان الجزائر تبنى وتتسجم بالحقيقه ليس بالكذب بالخرافات هذه. ونقول لكم يا خوتي، السلام عليكم، ان بروشان ان شاء الله.